بس زي ما انا قلت برضو في بدايه الحلقه، للاسف الشديد على الصعيد الاخر كان في بعض الاصابات. عايزين نقول يعني الف سلامه على ياسر الشهراني، هو خرج زي ما حضراتكم شفتوا اكيد مصاب، يعني كان صدمه برضو او اصطدام كان تقيل قوي يا كريم. صحيح. مع الحارس محمد العويس كان في احدى الكرات يعني الهوائيه، وهو حاليا المفروض بيخضع عليه فحوصات وسافر على طول باي ذا واي يعني، او خليني اقول لحضراتكم من الملعب مباشره على الطياره، طياره خاصه وفرت له يعني، وراح على المانيا عشان العلاج. وكان في بيقال ان هو كان جاله كسر في الفك حاجه زي كده. على كل حال هو دلوقتي بيخضع او خضع ليه عمليه جراحيه. وكان في فيديو كمان خليني اقول لحضراتكم امبارح هو عرضه او يعني اتعرض، كان بيطمن الناس فيه بعد اجراءه للعمليه. خلينا نتابع ونشوف هو قال لنا ايه. ورحمة الله وبركاته. حابة أطمنكم من أموري تمام ما شاء الله، والله يعطيكم العافية، دعواتكم لي ومبروك الفوز، جمهور السعودي تستاهلون قائمة وشعبا، والله يسهل الأمر إن شاء الله في الأيام إن شاء الله. شكرا لكم. طبعا بنتمنى له الشفاء العاجل ونقول له مليون سلامة وإن شاء الله يعود قريبا. برضه من الحاجات الحلوه اللي حابين نقف مع حضراتكم عندها في يعني اللي حصل من ضمن الامور الحلوه اللي حصلت، كان التجمع العربي العظيم جدا في مدرجات ملعب لوسيد. يعني ما كنتش يعني صعب تحدد مين سعودي مين تونسي مين جزائري مين مصري مين مغربي، كانت يعني حقيقي لقطات اكثر من رائعه، وكل كان بيهتف امبارح للمنتخب السعودي طوال ال 90 دقيقه طوال احداث المباراه، وكمان ردود الافعال على السوشيال ميديا من كل الجماهير العربيه كانت حاجه حقيقي تفرح. فكره الوحده العربيه اللي بتتحقق كرويا، ودي ما بتحصلش كرويا كتير على صعيد المونديال، فالحقيقه كانت المفاجاه امبارح مدويه وسعيده جدا ومبهجه لكل الناس في جميع انحاء عالمنا العربي. طبعا ناهيكم عن الكوميكس بقى اللي اتعملت على ميسي وغيره بعد ماتش امبارح.